تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات في هذا المساء الجميل والمقاير. ينطلق شوطنا الرابع والخاص بالقعدان الصعوب من مسافة الكيلو والميتين مباشرة إلى مقدمة الشوط للمركز الأول على المقدمة على الصدارة. يتقدم الحقاق علي بن سالم الغيلاني من يتقدم مع الحقاق، بينما المركز الثاني الوصول والقدوم مع شاهين سعيد ومنصور آل سالمين المنصوري، ولكن التدخل من عمق الميدان من شعار راعي شاهين حامد بن محمد بن سالمين العامري يتقدم من خلال هذا الحضور ومن خلال هذا التقدم. أتابع على أسماء الأخرى الشعارات الأخرى الحاضرة بالانطلاق والحاضرة بالإبداع، ولكن راغب للنعيمي، راغب للنعيمي وتسلل النعيمي من مركز إلى مركز من خلال هذا الحضور ومن خلال هذا التقدم على المركز الثالث. هذا هو النعيمي، ولكن بن سالمين، بن سالمين على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. راعي العشوة، راعي العشوة، شاهدنا إبداع هذا شعار في هذا المساء، شاهدنا إبداع هذا الشعار، ولكن راعي شاهين، راعي شاهين اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولا بن سالمين المنصوري، ولا بن سالمين العامري، ولكن راعي العشوة، راعي العشوة، شوف الانطلاق، شوف الإبداع، الله الله، شوف الرقص على مقدمة الشوط على المركز الأول. النقطة الرابعة، الهاتريك، الهاتريك أو السوبر هاتريك لهذا الشعار في هذا المساء، تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني وصل احمد بن سالم الضبون العامري، والمركز الثالث وصل حامد بن محمد بن سالمين العامري. دقيقة 44 من الثواني، تهانينا وناموس.